الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات Behind Enemy Lines المقدمة من GSXAcademy.net. النهاردة إن شاء الله نكمل مع بعض بقية رحلة الإكساء للطيارة. تعالوا الأول نروح على طول كده للبادي بند UV Edit ونروح للخامة بتاعة الوينج او خامة الجناح عشان نشوف بس هي تمام ولا فيها شغل. انا اعتقد ان ما فيهاش اي شغل بالمرة او ما فيهاش شغل تاني خالص. نبدأ بعد كده نتكلم في الخامة بتاعة الديل. هروح لـ UV Mesh. في ناس قالوا ان هما بيستعملوا سيلكت على الاوبجكت ما بيلاقوش الـ UV بتاعه موجود هنا. لو رحت قلت له Show UV Mesh هلاقي الـ UV موجود مكان ما انا عايز. الاول طبعا انت لو جيت تعمل اي سيلكشن هنا مش هتلاقيه بيعمل معاك. ليه؟ لانك انت على البنت مود مش على اليو في بوليجون مود. هروح على اليو في بوليجون مود واضغط كده ابدا ان انا اعمل سيلكشن زي ما انا عايز وزي ما احب. مبدئيا هضغط على حرف الجيم او الاند براكت عشان اقلل شويه القطر بتاع السيلكشن. او لو رحت على السيلكشن تول ورحت على الراديوس عملت راديوس وليكن مثلا 10 وجيت هنا هلاقيه قل بالشكل ده. هروح تاني اخليه وليكن مثلا 5. تمام اسف ده انا شغال على الماجنت متاسف. في عندي الراديوس هقول له وليكن 2. تمام بالشكل كده. تمام انا كده تقريبا عامل سيلكشن الناحيه الثانيه بالظبط. انا في الخامه بتاعت الكالر طبعا مش هحتاج ان انا اعمل سيلكشن، الكالر هيبقى على كله. اذا انا هروح على التيل واتاكد بس من البادي. اروح على خامه البادي واخد الماتيريال احطها هنا وانزل افتح او انشط خامه البادي. وعندي اخلي بالي قوي من الكالر واخلي بالي جدا كمان من الديفيوجن لان انا قلت ان الديفيوجن تمام هو اللي ممكن يعمل قلق في اللون ككل. هو زي ما احنا شايفين ادي الدرجه بتاعته. انا هروح بعد كده على عندي بعد كده قلنا الوينج ادي اسف التيل. عندي التيل اعتقد دي الخامه بتاعت التيل اللي انا هشتغل عليها. دي خامة الكالر. تمام ما اعتقدش ان خامة الكالر هعمل فيها اي تغيير. هروح للديفيوجن. قبل ما اروح للديفيوجن هروح للسبيكولر وهعمل افتح اللير بتاعته. والاول انشط القناة اروح لتكتشر تشانل وهحط سبيكولر كالر. تمام بالمنظر كده واخليه كده مثلا. تمام اعمل شيفت ار عشان اشوف هل في تغيير ولا مفيش. تمام بالظبط لون التيل نفسه اتغير كده. تمام نمشي بقى على السبيكولر وناخد البينت مود ونروح للبراشز. نفتح البراشز نفتح براشز وناخد التشوك دبل كليك ونقلل البريشر. تمام بالمنظر ده ونروح اوتوماتيك على كلر. ممكن استخدم كلر وممكن ان انا اروح لتكتشر بينت لود فروم ديسك. اعتقد موجود في دي. اخد البرش واعلم على سكيل نجيب شويه ديتيلز عشان انا عايز الحاجات دي تيجي معايا. الحاجات دي اقلل كده شويه. تمام واجي على اضغط على حرف الدال اكبر شويه السايز بريشر اقلله شويه واجي ممكن ارسم هنا. بس قبل ما ارسم ايمج اسف اديت
وتايل هقول له لا. اهم حاجه ايديت تايل في تايل تايل يو تايل في الاثنين لا. تايلنج دايما شيله. هاجي هنا كده وارسم كده بس تمام، وهنا برضو شويه وهنا شويه تمام. خلوا بالكم احنا هنزود تاني قرب ال قرب الاطراف او قرب الاطراف تمام. انا بس عايز اضمن ان كل حاجه هنا متظبطه. برضو اخد الحته دي، وطبعا انت بترسم عشوائي تمام، واعمل كده شيفت ار اشوف هل الدنيا مظبوطه ولا ظروفها ايه. غلطنا مره تانية، هعمل شيفت ار عشان ونشوف لو الخطا واضح. لا مفيش مشكله منه. هو اللي انا قلته او الغلطه اللي انا كان قصدي عليها ان احنا المفروض كنا عملنا لير جديده وعملت بليند مود بتاعها باد، لكن انا هستفيد من الموضوع ده، هسيب دي زي ما هي. واضح ان هنا هي باينه هنا جدا تمام، هنا باينه لكن مش بالدرجه المطلوبه. طيب عشان نبينها، هو ده فين؟ ده الجزء ده، هزود تمام، هزود كده وهتقل بس الدنيا حبتين برضو هنا تمام. عندي الجزء اللي هو فوق اللي هو الجزء ده تمام، واعتقد الناحيه التانيه لو انا لفيت وجيت هنا يبقى انا عندي الجزء ده كده برضو، هتقل فيه شويه. وميزه ان انا مستخدم صوره ان هيبقى الرياليتي بتاعي كويس، لان التشابيح دي مش هبان كانها لون غامق بالشكل ده كده. الطياره كده بقت خرده، الطياره كده بقت خرده تمام. هعمل كنترول زد 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 زد، يعني مش للدرجه، اعمل شيفت ار كده، معقوله شويه. المره اللي فاتت كانت الطياره ضايعه يعني كده، الخرابيش دي مقبولة حبة. اللي فاتت كانت يعني مضيعة الطيارة خالص كده. كل حاجة في التمام وزي الفل. نعمل بقى ايه؟ نروح على الماتيريال واجي على السبيكولار. هو انا فاتح حاجة تانية؟ مش فاتح حاجة تانية. ماشي، نروح على السبيكولار، رايت كليك، نيو لير. المرة دي انا هغير بس في السكيل بتاع البرش، يعني هغير في السكيل بتاع البرش حبه كده عشان اجيب الحاجات البيضه دي، وهقلل السايز شويه. واجي هنا بقى، يعني اجي في الحته دي كده، ممكن اشتغل هنا على فكره بدل ما اشتغل هنا. اللي يعجبك، عايز تشتغل هنا اشتغل، عايز تشتغل ورا اشتغل. تعالوا هنا مثلا ونيجي عند حته زي دي، ازوم بس شويه كده عشان ابقى شايف الدنيا اخبارها ايه. اوبشنز انهانسد مظبوطه. اجي هنا ولا خلونا هنا، معلش اجي هنا كده واجي هنا واعمل حته كده، واجي هنا اعمل مثلا حته كده، واجي هنا مثلا اكبر السكيل شويه، واجي هنا واعمل مثلا حته كده. طبعا تكبير السكيل ده بيغير في الماتيريال نفسها. ماشي، اكبر اغير شويه تمام، اعمل كده مثلا واجي هنا. كل دي على الطروف، مجرد بس الطروف بتاعه الجناح نفسه. واحد يقول لي المهمه الديتيلز دي مش مشكله، مش مهمه، ما هي الطياره بعيد. اقول لك ماشي، بس لو اتزنقت والطياره قربت من الكاميرا ترجع تعيد ليه؟ زي ما قلت الورشه دي، قلت هي احد ورش دبلومه الفيلم ميكنج، اللي ان شاء الله بالمناسبه صحيح هي ايام معدوده وهيتم الاعلان عنها خلاص باذن الله، لان فريق العمل المشارك في الورشه اتكلمنا فيها من كام يوم، وباذن الله يتم الاعلان عنها قريب جدا ان شاء الله.
الاخت دي او البتاعه دي تمام، انا قللت كده السكيل على الاخر وهقلل دي حبه برضو، يا دوب انا عايز الطروف بتاعه البتاع نفسها تمام، مثلا حاجه كده حاجه كده، الناحيه التانيه برضو نفس الموضوع، شويه رتوش خفيفه كده. لو جينا بقى نرجع ورا شويه وجينا نعمل شيفت ار نشوف نتيجه شويه الحاجات البسيطه اللي احنا حطيناها دي عملت ايه. تمام، شويه يعني خرابيش كويسه. في بقى حته باينه انها لسه جديده، الحته دي ازود شويه بس كده، لان ايه كانت دي مش مظبطه. تمام كده، جميل جدا 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 اللي احنا وصلنا له. لو احنا خدنا لقطه للطياره كده مثلا، اعتقد في لقطه هتبقى بالمنظر ده، يعني في لقطه من ضمن الشوتس هتبقى بالشكل ده وهتبقى بالقرب ده تقريبا من الطياره، وهتبقى اعتقد بالزاويه دي. فمثال الزاويه دي زاويه محرجه جدا، ان احنا يعني مثلا احنا نعمل روتيت، في كاميرا هتعمل روتيت، اعتقد الزاويه دي لازم تبقى كل حاجه مظبوطه والا الدنيا هتبوظ. فنعمل شيفت ار من الزاويه دي كده ونشوف. تمام، انا ما اعتقدش ان التفاصيل محتاجه كلام تاني، فاضل بقى نشتغل على الديفيوجن شانل وعلى البامب شانل. الكالر انا مش هحتاج فيه، مش هحتاج في الكالر اي حاجه نهائي. هاجي على الديفيوجن شانل واعمل رايت كليك، طبعا هي مش متنشطه، هعمل رايت كليك واقول له ديفيوجن واختار الديفيوجن بالدرجه دي عشان قلنا ما نبوظ فرق الكالر. رايت كليك نيو لاير وهروح ل تكتشر لود فروم ديسك وهاخد الخرابيش دي تمام بالمنظر ده كده. سكيل، اقلل السكيل بحيث اجيب شويه ديتيلز حلوه، واروح هنا كده. اعتقد الرسمه هنا احسن يعني فيها دقه عن هنا، لان انا هرسم هنا قدامها الناحيه دي تمام. يعني انا المفروض على فكره لو هنعمل يو في مظبوط هنقل الفيسز دي هنا وانقل الفيسز دي هنا اعتقد، ويعني هنشوف كل واحده يعني تروح فين وننقلها. بس طبعا انا زي ما قلت مش محتاجين القصه دي حاليا. مبدئيا نسيت في السبيكولر، في اللاير دي انا هعملها لينير دوج. لو في لينير دوج اللي هي اد لو عملت كنترول ار جابت لي بالظبط الحتت البيضة بس اللي انا عايزها من اللاير التانية. عشان كده قلت انا هستفيد باللي حصل، بالخطأ اللي حصل ان انا رسمت على نفس اللاير تمام، هستفيد منه ان انا اخلي دي اد لللاير اللي تحتها بحيث تديني الحتت البيضة بس. لان لو كنت سبتها بالمنظر ده وكنت كملت بالديفيوجن كانت الدنيا باظت، مش باظت بس كانت تبقى غامقة قوي، وكنت هشتغل بالاوباستي على اكتر من مكان، وانا بصراحة مش محتاج ان انا اعمل الكلام ده. هسيبه يرندر عشان اشوف الجناح التاني ظروفه ايه. ده الحته دي هتظبطنا في الديتيلز والله العظيم. الحته اللي ورا دي بصوا بقى كده اللينير دوج دي عملت ايه، شايفين؟ كانت دي غامقه لكن مع الاد ظبطت. نقفل نروح للديفيوجن. زي ما قلنا احنا خدنا التشانل، التشانل دي انقل على ديفيوجن ومنساش مالتي بلاي قبل ما ابدا اشتغل، بحيث ان انا لما ارسم النتيجه تبان مظبوط. روح كده، ابدا منين ابدا منين ابدا من هنا، اعتقد من هنا تمام، ابدا من هنا كده واقرب عشان اشوف انا هعمل ايه وهل هي مظبوطه ولا لا. طبعا هقلل شويه، هقلل بس حبه وارسم بالمنظر ده حوالين الفتحة دي كده.
تمام، واعمل كنترول ار اشوف، شيفت ار متاسف، اشوف النتيجه ظروفها ايه. حلو قوي، مش محتاجه مبالغ فيه بصراحه، يعني انا مش محتاج مبالغه. في حاجه عايز اقولها، شايفين المنظر هنا عامل ازاي؟ لو انا جيت عملت كده وجيت رحت على الخامه بتاعه تيل دي وضغطت دبل كليك ورحت على اديتور، كل ما بترفع ده كل ما البريفيو بتاع الخامه بيبان بشكل احسن. لو انا خليته 2048 البريفيو هنا هيبان بشكل اوضح وشكل اعلى وشكل احسن. نكمل كله ورا بعضه وبعدين نبقى نشوف هنعمل ايه. نكمل هنا برضو كده، هرسم ده، وممكن اخد براش تانية خالص، ممكن اخد براش زي البنسل. تمام، البنسل بتبقى رفيعة حبة، فهنكبر شوية كده. تمام، واخد وطبعا نفس الكلر هاجي اعمل، بس شايفين البنسل بقى ما شاء الله، يعني هي اصلا ليه البريشر 30. هعمل كنترول زد كنترول زد كنترول زد زد واقلل البريشر حبه، لان البنسل اصلا حاده. تمام، طبعا المفروض الناحيه الثانيه على ما افتكر. وهنعمل شيفت ار او بلاش شيفت ار، ما انا ممكن، طب كنترول ار ممكن يتظبط هنا، ادت على فكره نتيجه احسن، لكن محتاجه البريشر يقل. كنترول زد هقلل البريشر عن كده كمان. تمام، وهرسم كده، اعتقد كده ادت هتدي نتيجه كويسه. برضو نفس الموضوع هنا، هرسم نفس القصه هنا، هرسم نفس الموضوع، مش شرط يبقى في من فوق بقى، يعني شويه راندوم مش هيقولوا لا. نفس الموضوع هنا كده، نفس القصه هنا برضو، نفس الموضوع هنا، نفس الموضوع هنا، يعني نجرب بس شوية راندومايزيشن مش أكتر. في واحدة هنا كده، ممكن هنا كمان، الجناح نفسه بقى اللي هو ده، ممكن أروح للماتيريالز رايت كليك نيو لاير وآخد ما ناخد المالتي براش، لا بلاش سمير، بلاش سمير، عايز فرش شكلها والله دي شكلها كويس، الفرشة دي حلوة. تمام، وطبعا منساش بريشر ده يودي ورا الشمس، انا هرجع ورا. تمام، ومجرد بس لطش خفيف قوي. تمام، للجناح هنا كده، ماشي، ممكن اخلي البريشر 5 قرب قرب الاوائل، يعني قرب الحتت اللي فيها تلاقي بجسم الطياره كده مثلا، وارجع اقلل البريشر تاني. تمام، مجرد رتوش خفيفه قوي عشان نشوف في الاخر النتيجه شكلها عامل ازاي. ادي الشكل اللي احنا وصلنا له، يعني حلو قوي، مش محتاج مبالغه اكتر من كده. في بس حاجه، ان انا عايز اخد لقطه بقى كامله للطياره ككل عشان اشوف هل في تفاوت لون، مش عارف ايه، اي حاجه من الحاجات اللي بتطلع دي. شيفت ار وارجع لكم بعد الريندر على طول. اعتقد كده النتيجه كويسه جدا ومرضيه جدا وفيها رياليتي كويس. طبعا لسه شويه حاجات لما تتعمل باذن الله الطياره دي مش هتقدر تقول عليها انها 3D. فاضل حبه حاجات صغيره قوي، صغيره جدا في الديل اللي انا شغال فيه ده. تمام، اجي هنا 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 كده اهو. تمام، و هقلب الناحيه الثانيه بس كده. حاجات رتوش بسيطه قوي. هاجي على الماتيريال الاول، هعمل رايت كليك واقول له تشانل، اقول له ريفليكشن تشانل، دبل كليك على ريفليكشن، هروح لريفليكت واقلل الريفليكشن. تمام، بحيث يبقى ريفليكشن برضو معقول، اخلي ده حتى الريفليكشن مش هخليه عالي قوي، حتى اخلي ده 5، يعني ده اعلى من ده سنه.
واقفل، وهنشط بقى البامب تشانل وهنشط السبيكولر تشانل. نفس الموضوع اللي عملناه المره اللي فاتت. في ناس سالت ليه انت رسمت على القناتين دول؟ لان انا اللي انا محتاجه اولا جسم الطياره ده املس، يعني لو انت جيت تقارن بينه وبين، ويمكن الاستاذ اخويا وصديقي الاستاذ سامح شاهين كان معايا امبارح وسالني فعلا السؤال ده، فقلت له لو انت بتعمل خامه زي الاسفلت او خامه زي الخشب مثلا، انت محتاج البامب يكون من نفس الكلر، او محتاج ان التجاعيد او البروز اللي في الخامه نفسها او في الاوبجكت نفسه يكون من نفس لونه، عكس الخامه بتاع الطياره دي. انت كل اللي انت محتاج تشوفه ان تكون البروز في الاماكن اللي الشمس بتضرب فيها، لان الطياره دي المفروض انها من التيتانيوم او من الالومنيوم، الومنيوم ايه اسف، من التيتانيوم تقريبا، فال ما فيهوش، ما بيبقاش فيه خربيش. لا، بتلاقي ان لو في خربشه بتبقى في حتت بتلمع، في حتت بتلمع، فعشان كده ما يكونش فيها ما فيهاش بروز من نفس لون الطياره، لا بتلاقي البروز لونها افتح من لون الطياره. عشان كده انا اشتغلت البامب مع السبيكولر، اشتغلت الاثنين مع بعض. هعمل رايت كليك واقول له لاير البامب، تمام، وهعمل رايت كليك واقول له نيو لاير، والسبيكولر رايت كليك واقول له نيو لاير. اللاير دي هسميها بامب سبيك، واللاير دي هسميها سبيك. كل انا هعمله ان انا هاخد برضو قرب الاطراف وقرب نقط تلاقي الجناح مع جسم الطيارة نفسه، هاخد بامب، هروح لتكتشر واخد لود فروم ديسك، واخد دي فيها تفاصيل كتير، اقلل السكيل، تمام، او اكبره يعني حبه كده او حبه كده، تمام. طبعا دي الكالر سواتشز مش محتاجها. ممكن اعمل روتيت لو انا عايز الفها شويه، ممكن الفها 90 سالب 90، تمام. ولو غيرت في السكيل هاخد حاجات تانية خالص، تمام، بس انا عايز الخطوط دي ما تظهرش، مش هعمل روتيت، تمام. ليه؟ لان انا لو اعمل روتيت هضطر اعمل تايلنج، لو عملت تايلنج هنخش في موال بتاع السيملس، وانا مش عايز ادخلكم في المويل دي دلوقتي، فاحنا خلينا هنا زي ما احنا كده. والبراش المناسب قوي على فكره للعمليه دي البنسلز، اللي انا عايز، طبعا انت عايز يدوب يعني رتوش كده، هاخد البنسل ده وهقلل بريشر، تمام. وممكن ارسم على فكره على ثلاثة تشانل، ممكن اخد كمان الديفيوجن، تصدقوا بقى، لان انا عايز كمان الحتت يبقى فيها يعني البامب يبقى معاه ديرت زي ده كده. طبعا ممكن اكبر شويه سنه البراش شويه، اروح للاتريبيوتس اقلل براش حبه واجرب كده سحبه بس هنا كده اشوف الدنيا ظروفها ايه. طبعا كده هو مش راسم حاجه، اروح للماتيريال، خلينا على البامب تشانل، وارجع للاتريبيوتس ازود شويه اشوف ما بيرسمش ليه. ادي الماتيريال ريفليكشن بامب ديفيوجن، طيب ما كده مظبوطه، السكيل يقل شويه ماشي مفيش مشاكل، واروح لللاير نورمال مفيش مشكله خالص. يمكن نوع البرش ناخد برش تانية تكون زي البنسل، برش تانية تكون زي البنسل، بينز لا اويل برضو لا. طب ما لو خدنا مثلا شوية حاجات من الحاجات الجديدة دي، تمام، ما تنفعش. طيب عشان ما اضيعش وقتكم، انت طبعا ممكن تجرب اي براش تعجبك، انا هاخد الاير براش
او هاخد البنسل براش دي، تمام، اي حاجه زي البنسل وخلاص، اكبرها شويه كده، واروح على سيتنجز واقلل ده. اه بالظبط، كنترول زد بقى عشان ما نهزرش كتير، ونروح لمين، ل ده نخليه 2، تمام، ونرسم حاجه كده، تمام. وللماتيريالز طبعا دبل كليك على البامب نفسه، واروح للبامب طبعا كتير قوي انه يبقى بالمنظر ده، اقلل عشان يدوب يبقى حاجه باماره ما هي باينه. لو خدنا حتى بالمناسبه الريندر سيتنجز مش موجوده هنا كتول بار، انا ممكن اعمل كده واخد ده كده اعمله هنا كتاب، وهقول له ريندر اكتيف اوبجكتس ممكن، او ريندر ريجون، وارسم له الريجون اللي انا عايز اعمل له ريندر عشان نوفر وقت. حلو قوي. انا دلوقتي عايز اروح بقى لمين؟ عايز اروح للبامب واروح لللاير واقلل الاوباستي بتاعت البامب، تمام، بالشكل ده كده. وتاني هقول له باليت واقول له ريندر ريجون، واخد ده كده اشوف ظروف الاقيها تمام، مفيش مشكله. دي كده واحده. ممكن نروح هنا، تمام، عند الحته دي، واعمل كده مجرب بس حاجه بسيطه، واجي هنا نفس الموضوع، الناحيه الثانيه نفس الحوار ونفس الموضوع هنا كده، تمام، وهنا برضو نفس الحكايه. لو جينا عملنا شيفت او كنترول ار، لا شيفت ار بقى، اظن مفيش احسن من كده. الدنيا اتظبطت ظبطه حلوه جدا، والبامب اتظبط والسبيكولر اتظبط. تمام، نيجي على اللاير دي، وبرضه هخليها لينير دودج، واجي على الديفيوجن دي واخليها مالتي بلاي، وبرضه اعمل لها اوباستي قليل. انا مش عايزها تبقى باينه بالدرجه اللي هي، يعني دي الاوباستي بتاعها هسيبها زي ما هي. لو جينا عملنا ريندر من بعيد، تمام، لمجرد بس اراجع الالوان، شيفت ار، هلاقي الدنيا عندي بالشكل ده كده. اقدر ان انا برضه الف كده، خد ريندر من كذا زاويه من كذا زاويه علشان تشوف الدنيا عندك مظبوطة ولا مش مظبوطة. على فكرة ده ريفليكشن، ده عشان بس ما تفكروش ان ده ريفليكشن ده، تمام. ممكن نروح للبامب تشانل او الديفيوجن تشانل. انا قللت الاوباستي بتاع دي، اعتقد في واحده تانية، تمام، برضو مالتي بلاي، وانا عمال اقول فرق اللون ده منين، ونقلله حبه، ده كده تمام. ونعمل شيفت ار تاني، هو مش فرق اللون قوي بس هو كان هيبقى مبالغ فيه شويه. كده بقت احسن كتير. نعمل كده مثلا، نعمل شيفت ار تاني، تمام. خلوا بالكم اللون هنا زي بعضه والناحية التانية ما كانش زي بعضه، عارفين ده منين؟ اعتقد والله اعلم ان انا نسيت ورحت جاي عامل، شكلي كده فعلا عملتها بجد، ايه زي ما انا توقعت. اللايتس دي لونها مش واحد، هو الدرجة دي، هو اللون ده. لو جيت عملت ده 128 128 128، طب ده كده مظبوط، اللي فوقه في بقى حاجة عشان اوريها لك. لو عملنا ده صفر وده صفر وجيت عملت دي 128 كنترول انتر، تمام،
يعني لو هنا كنترول انتر المفروض يغير الثلاثه، مش عارف ما غيرهمش ليه. كنترول سي كنترول في كنترول في. حلو. ده زيه ده زيه ده كنترول في 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 زيه هو كمان. وده كده زيه هو. المفروض بقى لو رجعنا تاني ل يو في اديت كنترول اس بس الاول عشان اعمل سيف، حرف الاي عشان يعمل ريفرش. تمام. ثواني السينما عامل نوت ريسبوندنج، حبه ويفك. دو يو ونت تو سيف تشينجز؟ طبعا. او هقول له كانسل، هعمل كنترول اس عشان يسيف. اه طبعا يس. واعمل سيلكشن مود واعمل شيفت ار، هلاقي الدنيا مظبوطه. احتمال نعلي الانتنسيتي بتاع اللايت شويه بس علشان هنعلي الانتنسيتي شويه لحسن الدنيا. كده هتبقى مش مظبوطه. ستوب ريندرنج. عندنا ده 100 وده خليه هو كمان 100، والكي لايت زي ما هو، واللور لايت هنخليه برده زي ما هو. هرجع للبودي بينت يو في اديت واعمل شيفت ار ونشوف كده بقت عامله ازاي. اعتقد هيبقى شكلها احسن واوضح، وهنتفادى موضوع تغيير اللون اللي كان عامل لنا لخبطه. كنا ممكن نفضل نغير في الخامه والدنيا ملهاش دعوه بالخامات خالص، هي ليها بالظبط كده. درجه اللون بقت نفس الدقه ونفس الدرجه ومفيش اي تباين ولا اختلاف في اللون، والطياره بدات تاخد شكلها الحقيقي. في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم على إزاي إن احنا نبدأ نضيف الكتابات اللي انتوا شفتوها على الطيارة، اللي هي الرقم ومش عارف واللوجوز بتاعة اليو اس اي على جسم الطيارة نفسه. إن شاء الله انتظرونا بإذن الله في المحاضرة اللي جاية. شكرا ليكم، كان معاكم مهندس أحمد الرحمن رياض من gfxacademy.net، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.